أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثانية، نستمر معكم في سلسلة محاضرات مادة ميكانيك المواعر. في المحاضرة السابقة تكلمنا في الفصل الثاني اللي هو فلويد ستاتكس، وصلنا إلى المانوميترز، وعرفنا شنو مبدأ عمل أو قاعدة المانوميتر اللي هو أحد المقاييس اللي نستخدمها لقياس الضغط، ضغط المائع، ضغط المائع. وعرفنا أنه كنا يعني تبدي من مستوى معين إلى نقطة معينة إلى نقطة أخرى، وتنزل للأسفل قلنا تضيف الضغط اللي هو يساوي جاما في H، ومن تصعد للأعلى قلنا تطرح الضغط إلى أن توصل إلى النقطة الثانية، ومن ثم تحسب المطلوب من عندك في المسألة من فرق ضغط أو ارتفاع أو غيره. في هذه المحاضرة نأخذ موضوع جديد اللي هو الهايدرو ستاتيك فورس اون ا سيرفيس، اللي هو القوة الهايدروستاتيكية على سطح معين، اللي هي نسميها الجايدز، البوابات. أحد التطبيقات المهمة اللي هي عبارة عن بوابة معينة اللي هي عبارة عن تحجز الماء ينتقل من حيز إلى حيز آخر. وفي هذه البوابة عادة احنا نحسب شغلتين، نحتاج الريزلتنت فورس اللي هو القوة المحصلة، وإحداثيات هاي الريزلتنت فورس يعني وين الموقع مالت اللوكيشن اللي هو نرمز له بالواي بي اللي هو الاكس بي والواي بي كنقطة، يعني إحداثيات هي الاكس سب بي والواي سب بي. هنا حتى احنا نحسب الهايدروليك فورس، الهايدروستاتيك فورس على هذا السطح المعين، عادة عندنا نوعين من السطوح الموجودة، لو بلين سيرفيس سطح مستوي، لو عندنا انكلايند سيرفيس لو سطح منحني، يعني يكون مستوي انه او يكون لا بانحناء معين. البلين سيرفيس اللي هو كمان مبين عندك هنا، البلين سيرفيس عندك عادة عندك عليه اكو من فوق تسلط بسبب الضغط اللي احنا راح نفترض هنا ثابت هذا الضغط اللي هو يساوي لنا جاما في اتش، ويختلف باختلاف الاتش يعني داخل المعادلة. فهنا عندنا بهذا السطح اللي جاي نشوفه، هنا عندنا اولا عندنا البلان سيرفيس، يجي بلان سيرفيس موجود عندنا من هنا بزاوية ثيتا عن هذا السطح، هذا الماء اللي جاي حجمه، وعندنا هنا المساحة مالته اللي هي دي اي هذه، وعندك هاي الاحداثية هنا اكو قوة تأثر اللي هي هاي الاف نريد نحسبها، وعندنا هاي الاحداثيات مالته اللي هي الاكس والواي، وهذا السطح اللي هو واي يساوي لنا اف اوف اكس واللي هو بلين سيرفيس. ايضا انت عندك بلين سيرفيس او كيرف سيرفيس اللي راح نجي عليه. بكل واحد عندنا طريقتين نحسب بيها اللي هي الريزلتنت فورس واللوكيشن. عندنا الطريقه الاولى نسميها الفورمولا ميثود، يعني طريقه المعادلات الصيغ الموجوده عندنا اللي راح نشتقها ونشوفها من هذه الطريقه شلون نحسب الريزلتنت فورس و اللوكي. وعندنا الطريقة الثانية اللي هي المتركل ميثود. فالطريقة الأولى الفورمولا ميثود راح نحسب من عندها الريزلتنت فورس اللي هي اف ار، واللوكيشن اوف ريزلتنت فورس يعني موقع الريزلتنت فورس اللي هو عبارة عن نقطة بوينت اللي هي الاكس سب بي، إحداثيات الاكس سب بي والواي سب بي. جيومتريكال ميثود نفس الشيء، ايضا نحسب الريزلتنت فورس نفس الشيء، فقط الطريقه تختلف. في كل الطريقتين احنا نحسب الريزلتنت فورس محصله القوه، ونحسب
طلبتنا الأعزاء اللوكيشن مالتها اللي هي البوينت اللي بيها القوة تهث الانكلايند بلين انكلايند بلين أو كيرفد سيرفيس. إذا السطح الموجود عندنا مائل أو منحني، لا إحنا نعلم نفس الشيء نفس الطريقة نريد بهذه، يا هنا ما رأينا نجي نحسب بهذا النوع من البوابات الهوريزونتال كومبوننت المحصلة الأفقية اف اتش، ونحسب أيضا نفس ونحسب الفيرتيكال كومبوننت والمحصلة العمودية، ومن هذين المحصلتين نحسب الاف ار الريزلتنت فورس اللي هي من فيثاغورس تحت الجذر اف اتش سكوير بلس اف في سكوير. نفس الشيء ايضا عندك قوة على السطح هنا تأثر، وهذا السطح ممكن يكون مائل بزاوية، السطح هذا يكون بزاوية معينة عن المستوى هذا هنا اللي عندك اللي نعتبره الاحداثيات اللي مستوى الاحداث اللي نشتغل عنه، وهنا احنا اللي نريد نحسبه فقط الاف ار وال الاحداثيات والبوينت النقطة الموجودة. نجي هسه الى الطريقة الاولى اللي هي الهيدروليك فورس اون بلين سيرفيس، يعني من نحسب القوة الهيدروستاتيكية عالما على السطح المستوي للبوابة. ونجي ايضا بالطريقة الاولى اللي قلنا عنها، قلنا طريقتين عندنا فورمولا ميثود والطريقة الثانية اللي هي قلنا جيومتريكال ميثود. الفورمولا ميثود نجي نحكي عنها وشلون نحسب هذه الخطوط. When designing gates, visual and dams، عندما نصمم البوابات والقنوات أو المجال الموجودة عندنا اللي والدام والسدود and other bodies that submerge in liquid وأي أجزاء أخرى اللي هي تكون مأمورة في الماء، it's important to be able to obtain the resultant force caused by the pressure loading of the liquid. إنه مهم جدا إن نقدر نحسب أو نحصل محصلة القوة اللي أثرها الضغط اللي الموجود بسبب الماء الموجود عليها. ومو بس مهم تحسب لا، وإنما مهم أيضا تحدد موقع هذه القوة على البدي، موقعها وين بالضبط. And it's to specify يعني أقصد إن and it's important to specify the location of the force on the body على السطح. In this section في هذه الطريقة we will show how this is done on plane surface by using a drive formula. في هذه في هذا المقطع هنا في هذا الموضوع راح نبين لك شلون وراح نشتق المعادلات اللي تحسب ان الاف ار اللي هي resultant force واللوكيشن اللي هو احداث النقاط x sub b and y sub b على السطح مستوي. To generalize the development, we will consider the surface to be flat plate. حتى هذا الاشتقاق وهذه المعادلة تكون واضحة وبصورة عامة، راح نعتبر السيرفيس السطح هو flat plate، يعني بليته مستوية. شلون عندك يعني اي بليته موجوده، يعني هاي البليته المستويه اللي نستخدمها كالباب مثلا على سبيل المثال، فبليته مستوية اللي هو x في y of a variable shape. في شنو هو الفلات بليت؟ variable shape يعني الشكل مالتها متغير، that is submerged in the liquid. هاي كمان عندك هنا هاي variable shape
وين مغطوسة؟ مغطوسة في ماء معين. هنا عندنا في نفترض الماء. And is orientated by an angle with the horizontal. هذا عندك الأفق، خط الأفق اللي هو الأكس. وهنا هي في من خط الأفق عندنا موقعها في زاوية ثيتا. ثيتا هاي زاوية ثيتا. حتى تصير عامة، يعني إذا جيتك بدون زاوية فقط تصفر الزاوية ثيتا وتحل نفس المعادلة تستخدمها. إذا لا جيتك ويا ثيتا هذا يكون الاشتقاق العامل. في هنا الشكل هاي تشوف يبين لك القوة الأف والتأثر اللي هي مصدر الضغط واللي هو جاي من جاما اتش ارتفاع الماء. وهنا عندك أيضا عندك الشيء الثاني اللي هو الاف اللوكيشن اوف اف اكس اللوكيشن مالته هذا الموقع. وعندك هذا هنا التغير بالواي. في هذا الملاعب يبين لك شلون شنو المسافات هذا اللوكيشن ما نريد نعدد القوه او كذا نريد نحدد لوكيشن مال ريزلتنت فورس هاي على هذا البودي الموجود اللي فلات بليت وذ فاريبل ايريا شيب فاريبل شيب. هذا نريد نطلع اولا الاحداث اللي هو الاكس بي اللي هو البعد عن محور الواي، والثاني اللي هو الواي بي اللي هو البعد عن محور الاكس اللي هو المحور الافقي. نجي هنا اول شيء شلون نحسب الريزلتنت فورس. شلون نحسب الريزلتنت فورس؟ الريزلتنت فورس أول مرة إنه أنت تريد تحسب الـ resultant force لازم نطلع علاقة معينة للقوة، التغير بالقوة اللي ناتجة ويتغير بالارتفاع اللي هو y، وأيضا اللي نسبة إلى الـ dA المساحة، التغير بالمساحة. عندنا الـ dF التغير بالقوة، عندنا القوة تساوي لنا B TA B TA يعني العفو تساوي لنا BA. عندنا قلنا في محاضرات سابقة طلبتنا الأعزاء الضغط B يساوي لنا القوة على المساحة وعليه الاف القوة شو تساوي الضغط في المساحة. هسه انا اريد التغير بالقوة ما ثابت نقول دي اف شو تساوي لنا دي مشتقة بي اي مشتقة بي اي. المساحة variable هي متغيرة بس هي ثابتة ما تتغير ويا هذه. هسا أنا من أريد أشتق هنا أنا شو أقول df شو تساوي لنا مشتقة حاصل ضرب دالتين الأولى اللي هي b في مشتقة الثانية da زائد الثانية اللي هي a في مشتقة الأولى الثانية في مشتقة db العفو. عندنا المساحة الدي اي هي المتغير، الضغط ما متغير يعتمد على بس ارتفاع الماء عفوا هنا، فهذا التيرم ما عندنا موجود فيصير عندنا هذا. بعض الطلاب يقولون لا ليش انا هيك واروح اشتق وكذا وهذا، اقول هو الضغط ثابت، الثابت يطلع برا الاشتقاق فيصير عندنا الدي اف يساوي لنا بي دي اي اللي هو هذا هنا عندنا. هسه نجي البي هو شو يساوي لنا جاما في اتش سبيسيفيك ويت في الهيد الارتفاع مال ماء في دي اي عوضا بكان الدي بي جاما اتش. النوب اجينا هنا الى ان الى الاتش هنا
من نجي إلى أساس صار عندنا هذا واضح البي هو جاما اتش. هسه نجي الاتش نعوض بمكانها بدلالة الواي. نقول عندنا هذه هنا الزاوية ثيتا، ساين هاي الزاوية ثيتا، ساين ثيتا، هاي كل العلاقات أخذتوها بوضوح عندكم بالستاتيك بالمرحلة الأولى شرحت لكم اللي هو الجيب مال ثيتا شو يسوي المقابل على الوتر اتش على واي، والاتش واضح يساوي ان واي ساين ثيتا. اجيبها عوضة هنا، عوضت هنا بعوض بمكان الاتش جاما واي ساين ثيتا دي اي، صارت عندنا علاقه هنا الدي اف يساوي ان هذا التيرم. نجي هنا انا بدي احسب المحصله قوه المحصله اف ار، والاف ار اللي هي مجموع القوه اللي تاثر على هذه البلين سيرفيس، واللي هو يساوي ان التكامل هذه المعادله، كانما هاي المعادله قد كامله من الطرفين، هذا من الكامله يطلع لك اف ار حصلت القوه اللي اريد احصلها اف ار، وهذا من التكامل يصير تكامل بالمساحه المعينه الواي الجاما واي ساين ثيتا دي اي. وبعدنا الجاما السبيسيفيك ويت الما هي ثابت تطلع برا، والثيتا ثابته ما تتغير تطلع برا، ساين ثيتا تطلع برا، اذا يبقى عندنا تكامل الواي دي اي، الواي دي اي، تكامل الواي دي اي. الواي دي اي هذا شنو اللي اخذناه بالستات المفروض نشرح لكم بالمحاضرة في المرحلة الأولى، يسمونه moment of the area، عزم المساحة about the x-axis، حول محور ال x-axis، لأن يعني عندنا ال y كنا ناخذها على ال x-axis، وإذا عندنا ال x دي اي معناها about the y-axis يعني محور ال y. ال x-axis أقصد به المحور الأفقي مثل ما أخذته سابقا، وال y-axis اللي هو المحور العمودي. في نفترض هنا انا صار عندنا هذا الاكس اكسس وهذا الواي اكسس، من صار عندنا هذا هيجي وهذا كله احنا كنا شو نقول شو يساوي لنا كل هذا؟ يساوي لنا الواي بار في اي، الواي بار في اي يساوي لنا الواي بار في اي من كنا اخذناه بالمومنت اوف ذا ايريا. تجي هنا عندنا بالتشابه بنفس العلاقات، وش عندنا؟ عندنا الاتش ساوانا واي ساين ثيتا، معناها الاتش برايم يساوي لنا واي برايم ساين ثيتا، يعني هذا واي برايم ساين ثيتا كلها نعوض بمكانها اتش برايم، ومن نعوض بمكانها اتش برايم يصير عندنا الاف ار يساوي لنا جاما في اتش برايم في اي. هذه العلاقه اللي هي القوه حساب القوه الريزلتنت فورس في البوابات عندما تكون بلين سيرفيس وباستخدام طريقه الفورمولا ميثود، هاي اشتقيناها، هاي العلاقه اللي انت تحتاج تعرف منين اجت وتحتاج في حل السؤال لحساب الريزلتنت فورس من تطبق المعادله. هسه نجي الى اللوكيشن اوف ذا ريزلتنت فورس، يعني الموقع مالتها، ومثل ما قلت لك اللوكيشن هو عباره عن نقطه الاكس بي والواي بي، إحداثيات هاي النقطة وإحداثياتها بعدها عن محور الواي وبعدها عن محور الإكس، وبعد هاي النقطة عن محور الواي اللي هو الإكس سب بي، وبعدها عن محور الإكس هو سب واي سب بي. نوجدها بالموازنة بالمومنتس بالانس اوف مومنت مثل ما وجدناها اللي أخذناها سابقا أيضا بالستاتيك مومنتس العزم. حتى نوجد الواي بي اول وحده لازم ناخذ موازنه العزم حول محور الاكس. نقول ام ار ريزلتنت مومنت حول محور الاكس هو شو يساوي ان مجموع محاور مجموع العزوم حول الاكس مال القوه كلها موجوده عندنا اللي هي يتغير بها تتغير طبقا لتغير الارتفاع او الضغط. فنجي هنا الواي العزم هنا هو شو يساوي لنا؟ خب عندنا العزم يساوي لنا مثل ما اخذنا سابقا هو يساوي لنا قوه في الذراع،
العار. هنا القوة هي شنو؟ من يكون العزم محصلة اف ار، او الذراع في القوة. الذراع في القوة نفس الشيء. هنا انا بالعكس يعني ماكو مشكلة، نفس الاشتقاق، هو بالمصدر يستخدم كذا، وبالمحاضرات انا استخدمت المحاضرات موجودة عندك كبي دي اف، شرح هذا كلها بالتفصيل. وهنا بالباور بوينت بالاختصار شوف شلون تصير عندك بسيطة. اذا يساوي لنا ار في اف العزم، العزم يساوي لنا ار في اف، وهنا الار عندنا هو شنو؟ الاكس الواي بي بي، والاف اللي هي اف ار، يساوي لنا تكامل شنو؟ الواي دي اف اللي هو التغير، الواي متغير ويتغير الدي اف. زين عندنا الدي اف اللي عندنا هسه، هذه طبقناها انتهيناها. هسه نريد نعوض بمكان هذه، ونعوض ايضا بمكان هذه الدي اف. الاف ار خوب بسهوله نعوض بمكان، لان هي موجوده عندنا هنا، طلعناها من هذه المعادله. الاف ار هي شنو؟ بدلاله الواي، واي برايم تساوي لنا جاما ساين ثيتا واي برايم. اي جيب هذه نفسها نعوضها وين؟ العفو هنا الدي اف، لا هاي طلعناها هنا، هاي الدي اف تساوي لنا هذه، نجيب هاي نفسها نعوضها هنا. فقلنا بما انه الاف ار هي هاي اللي طلعناها، ايش قد تساوي لنا الاف ار؟ طلعناها جاما ساين ثيتا في واي بار اي، والدي اف شو تساوي لنا؟ جاما واي ساين ثيتا في دي اي. زين لذلك نجي نعوض يعني، بس خليناها رفعنا الواي اف، خلينا بمكان التيرم مالتها، ورفعنا الدي اف خلينا التيرم مالتها اللي عوضنا. من عوضناه نجي عندنا الجاما هاي نفسها وهي ثابته تختصر من الطرفين، ثيتا هم بقت نفسها ما تغيرت تختصر من الطرفين، يصير يبقى عندنا الواي بار في واي برايم في اي يساوي لنا تكامل واي في واي واي سكوير دي اي. هذا قلنا اذا الواي دي اي بالتكامل مال الايريا، قلنا مومنت اوف ايريا اباوت ذا اكس اكسس، واللي اخذتوه بالستاتيك شرحتوه، وكذلك اخذتوه بمراحل سابقه. وهنا اذا كان الواي تربيع في دي اي، لا هذا نسميه ذا ايريا مومنت اوف انيشن، يعني عزم القصور الذاتي اللي هو نرمز له الاي اكس فور ذا ايريا، فور ذا ايريا اباوت ذا اكس اكسس حول المحور اكس، واذا اكس تربيع اباوت ذا واي اكسس. اتمنى تكون وضحت عندكم الامور في هذه اللي حسبنا بها لحد الان. الجزء الاول اللي هو حسبنا الريزلتنت فورس والواي بي، هسه نجي نكمل نحسب وحسبنا ايضا الواي الواي بي. نجي هسه لوكيشن اوف ذا واي بي، الواي بي مالتنا ايش راح يصير عندنا من هاي المعادله؟ الواي بي يساوي لنا اي اكس، هاي عندنا اي اكس هنا تقسيم واي اي مضروبه في اي في المساحه اي بالمقام اللي هو هذا. الاي اكس من اخذناه بالعزم القصور الذاتي شو يساوي لنا؟ اي اكس اللي هو عزم القصور الذاتي حول السنتر زائد اي في واي بار سكوير. انا عوضت هنا نفسي، عوضت هذني هنا، جبت عوضت هنا، وزعت البسط على المقام الاي اكس تقسيم هذه زائد، وزعت هذني النوب على المقام، طبعا الواي بار هاي تروح التربيع وهي الواي بار، والاريا تروح يبقى عندنا فقط واي بار، هذا الواي بي. الان لا نجي ناخذ نحسب الاكس بي كوردينيت، ناخذ ايضا البالانس اوف مومنت اباوت شنو هنا عندنا حتى نحسب الاكس، ناخذه على الواي اكسس اللي هو الطرف الثاني. يعني حتى اوضح لك اياها بالرسم طلبتنا الاعزاء، يعني هذه اللي نحسب منها ناخذ على الواي اكسس ما ناخذ على الاكس اكسس.
نجي نعول اما نفس الطريقه نفس البروسيجر ام ار واي يساوي نفس المشرم ويساوي الاكس بي اف ار تساوي الاكس دي اف، ونفس الشيء نعوض الاف ار بالعلاقه مالتها الاف ار اللي استقيناها من الساعه 10 نعوضها هنا، والدي اف ايضا هاي العلاقه مالتها نعوضها هنا عوضناهن، ومن عوضنا وكملنا هنا عوضت وكملت عندك هاي ثابت هذا وهذا تروح، واجينا هنا من الاكس هذا اكس اللي بقى عندنا هو شنو هو الاكس بي واي برايم اي شو يساوي لنا تكامل اكس واي دي اي اللي هو هذا ذا برودكت اوف ذا انيشال اكس واي يعني حاصل ضرب حجم القصور الذاتي اللي هو هنا الاكس بين الاكس والاي فور ذا المساحه الموجوده عندنا. هسه النوب تجي نفس الشيء اللي هو شنو رمز هنا اي اكس واي عوضناه كانه باب مكانانه اي اكس واي الاكس بي يساوي لنا البعيد اي اكس واي على القريب اللي هو واي برايم في اي، وهذا نفس الشيء عندنا بالسنتر الاكس واي زائد اي في اكس برايم واي برايم، ونجي هنا ايضا نعوضها هنا ونوزع على الهاد نوزعها فيصير اكس اي برايم اكس واي على واي برايم اي برايم زائد اللي هنا عندك الترم الثاني هذا الواي تروح وي الواي والاي وي الاي يبقى بخط اكس برايم. طلع الاحداثي اكس واي اكس بي واي بي وطلعت الريزلت فورس، انتهت هذه الطريقه. اتمنى تكون واضحه طلبتنا الاعزاء. ان شاء الله في الجزء الاخر من محاضرتنا ننتقل الى موضوع نحل لنا مساله معينه وننتقل الى موضوع اخر.